كما أشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية للعمل على بناء وعي الإنسان وقدراته وإكسابه مختلف المهارات. وأكد مدبولي أن الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة هو المسار الذي تنطلق من خلاله مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. مرحلة التحضير لإطلاق المبادرة تضمنت إطلاق مبادرة سفراء التنمية البشرية حتى يتمكن الجميع من المشاركة الفاعلة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية للعمل على بناء وعي الإنسان وقدراته وإكسابه مختلف المهارات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لوطننا الحبيب. السيدات والسادة الحضور، إن الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة هو المسار الذي تنطلق من خلاله مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. ومن ثم أدعو الشعب المصري العظيم إلى المشاركة في المبادرة والاستفادة من خدماتها، وأدعو المجتمع المدني إلى التعاون لتحقيق أهداف هذه المبادرة الوطنية. وختاماً، أتوجه بالشكر للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية وجميع الجهات المعنية والمشاركة في التحضير والإعداد لإطلاق هذه المبادرة المهمة التي تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري.